دكتور احمد عياد طبيب امتياز مستشفيات جامعه اسكندريه. طبعا المؤتمر يعني من اكبر المؤتمرات العلميه اللي بتتعمل في مصر والشرق الاوسط، واللي يعني زي ما بيقولوا كده بتثري المحتوى العلمي للاطباء، سواء الاطباء من اكبر الاطباء لحتى الجونيورز الصغيرين. السيشنز كلها طبعا مفيده، و بتحاول تجمع الأطباء القلب على بمختلف تخصصاتهم، وبتناقش المحتويات العلمية الجديدة في الأوساط العلمية العالمية. سعيد طبعا بوجودي في كارديو أليكس، وإن شاء الله دايما نبقى في كارديو أليكس كل سنة، وبالتوفيق إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكل المنظمين لكارديو أليكس ولجنة التنظيم وكلية الطب.